زلزال بقوة 7 درجة يضرب ألاسكا وتحذير من تسونامي. أصدر المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي تحذيرا من حدوث أمواج مد عالية مثل تسونامي اليوم الأحد في عدة مناطق بولاية ألاسكا الأمريكية بعد زلزال بلغت شدته 7.4 درجات على مقياس ريختر. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية وقع على عمق 25 كيلومترا تحت سطح القشرة الأرضية في شبه جزيرة ألاسكا الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش. وأوضحت وكالة رويترز أنه بسبب الزلزال الذي ضرب ولاية ألاسكا الأمريكية أصدر نظام الإنذار من تسونامي الأمريكي تهديدا بحدوث تسونامي بعد الزلزال. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال، ووفقا للتقارير الإعلامية فإن ولاية ألاسكا الأمريكية تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي. كما وتمتد هذه المنطقة من خليج ألاسكا إلى شبه جزيرة كاماتشاتكا الروسية. كما وتحدث موجات التسونامي بسبب حركة عنيفة في قاع البحر، وهي غالبا مرتبطة بالزلازل والانهيارات الأرضية والحمم البركانية التي تدخل البحر وانهيارات الجبال البحرية أو تأثير النيزك. ويعتبر السبب الأكثر شيوعا لموجات التسونامي هو الزلزال، إذا أن 72% من موجات التسونامي ناتج عن الزلازل، ويمكن أن يتسبب الاضطرابات الذي يزيح كتلة مائية كبيرة من موضعها وتوازنها في حدوث تسونامي. إلى هنا أحبتي لا يسعني إلا أن أذكركم بالاشتراك والإعجاب للفيديو ليصلكم كل جديد في قادم الأيام. دمتم بخير.